مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من أمريكا، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقابلة مع وول ستريت جورنال عن خطة شركة أبل ببناء 3 مصانع بالولايات المتحدة. هالتصريح أتى تأكيدا على حديث رئيس مجلس إدارة أبل يلي وعد الرئيس ترامب بتنفيذ المصانع 3. هالخطوة بتنضم إلى سلسلة الاستثمارات يلي عم بتقوم فيها أبل بالولايات المتحدة. الشركة سبق وأعلنت بشهر أيار من هالسنة عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لاستحداث وظائف جديدة بمجال التصنيع المتقدم. ومننتقل إلى دولة الإمارات، حيث أعلن وزير الطاقة الإماراتي عن قرار شركة بترول أبوظبي الوطنية بخفض مخصصات الخام لشهر أيلول بنسبة حوالي 10%. هالقرار أتى التزاما لاتفاق أوبك بخفض الإنتاج. ومننهي من أوروبا، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة التزام البنك المركزي الأوروبي بالسياسة النقدية الميسرة. اتوقع الصندوق أيضا بقاء التضخم دون المستوى. وبالتقرير السنوي لمنطقة اليورو، توقع الصندوق أنه يوصل التضخم بمنطقة اليورو ل 1.6% هالعام، أي أقل من مستوى 2% يلي وضعه المركز الأوروبي. شدد الصندوق على ضرورة التخلص من القروض المتعثرة يلي بدورها عم تعرقل الإقراض وبتسبب بتباطؤ النمو الاقتصادي. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكره.